الحلقان يونس ما سبق إعدادية سجل مساح حراسة المرمى بلال الحسيني يلعب رشيد بوعصرية سيد الدخلة تمرية محمد الجبيري وإيد البزراتي والفنومين محمد نقرو من جانب المدرب هو السيد أيوب شركات من جانب فريق إعداديات بني أحمد الغربية أنا شطات حراسة المرمى نسيم اليوراقلي رقم 17 هلال العساوي يلعب سفيان بوفال زكريا كعبل قدامه أناح يحيى صرفي 6 مجيب حجاج الكوتشي شامر حدو وعالم المساعدة أيمن الأزرق نعيشوا مغربة ونموتوا مغربة نتعلقوا برايتنا ونلعبوا كرتنا واللي فال خير ربي سال فيها كيف إعدادية سجل مساء كيف إعدادية بني أحمد الغربية نحن نؤمن أننا أسرة واحدة عائلة واحدة في هذا المدر الرائع المنفتح على المجال الرياضي بامتياز رغم كل القصوات من شارب التاريخ لا تغلق الصفحات على إعداديات سجل المساء يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات على إعداديات بني أحمد الغربية اللهم أرحم من علمني وأنا صغيرة كيف نسيتم هذا كيف نسيتم هذا بلال الحسيني رشيد بو عسرية أسماء وأرقام كبيرة هلال العساوي الغربية أخذنا منها أسماء محلية جميلة إطوة شميمونات عناوين هلولة في نزال النزال افتح الطريق نحو جبهة الريز هلولة فريقنا نحو تبودة جبهة أخرى تقارب هذه هي أصعب بحكم الانضباط والتمركز وكما طبعا الهدف الأول أتى في حبكة ودقة ورشاقة والتكتيك وتكنيك عالي من جانب إعدادية بني أحمد الغربية تلعب بالسيد أزرق وفريق سجل سيئة مرابطي هذه السجل مس المنصورة هذه الأحاد الغربية اللي عثرها نسجال واللي عرضوا عليها ناس كبار سجل مس إعدادية الأحاد الغربية أرقام للذكرى سيذكرها كل عاشق والآن شكرا أبا وأولياء أمور التلاميذ شكرا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد جديد لديكم يا نبريل شارع فكرة ممتازة وعادت ركب هدف الأول يضيع سجل مس في حالة يجان وإعدادية بني أحمد الغربية تلعب الكل في الكل من حلم تفادي الهدف التعادل يعتبر الأخطر في عز النهار كورة لمصلحة إعدادية بني أحمد الغربية سجل مس يقطع كورة وعادت لمصلحة ناشطات يا ناس أين تسافرون بنا أي سفر أي لهجة سيدي علال التازي ولا القنيطرة الكموني ولا جبهات صغيرات عين عتيق المحمدية أرشيف بن ملال أم جبهات ظلال انظر في أحلى كورة انظر في أجمل سفر شكرا لكم أبدعتموننا إبداعا وأمتعتموننا إمتاعا وأقنعتموننا إقناعا وأسحرتموننا سحرا أنتم من تبعثون رسالة إلى مختلف ناس الدنيا أرضنا أجدادنا أسماؤنا تاريخنا جيلنا مستقبلنا حضاراتنا تنطبق في هذه الأرض السعيدة المنفتحة على المجال الرياضي وابعاد الهلال السابقة وابعاد الهلال السابقة وفي جلد السابقة
تقتلنا تقتل القاضي حلوس وزينيس ولد العيدة وشباب مديد أكبر. أنت الحدث الأول، أنت الفصل الجمل، أنت شرب الروعة بتقدم بني أحمد غربية على إعداديات سجل المساء. هدف مقابل لا شيء، شوط أول يعتبر شوط الأمان معقودة في وجهة نظرية رضا، والشوط الثاني يعتبر شوط الأحلام موجودة. تقبلوا مروري هذا أفاصل ثم نواصل. يلا زيد صوت، يلا يلا